انا مغربيه حتى انا ضريت حتى انا تقهرت كنت خدامه بديك 2000 درهم كانت ولكن ملي جلست من الخدمه وعندي دري مريض في التوحد في اعاقه ما لقيتش حتى كيفاش ندير ليه معدت انا واحله معاه وعد ما كتمشي تجيب شي حاجه كتصبح كتفيق تيقول لك زادت بالنص 50% من نجيبوا حنا الامكانيه ديال 50% باش وتا خدام ب 50 درهم النهار وما كاينش نهار خدام ونهار ما كاينش حنا ولاد الشعب البقال البساط الفقراء دراوش خاصهم الانسان يحس بينا حنا يحسوا بينا اما اللي عنده راه ماشي مشكل الا جاه 100 درهم راه ما عندوش فيه المشكل كياخذوا ب 100 درهم عنده الحال سهل ولكن انا 100 درهم انا ما نبقاش ناخذ الزيت ملي كيوصل 100 درهم انا المعيشه الحمد لله عندنا واحدين في المعيشه ما بقاناش كادين عليها ابسط الامور ما بقاناش كادين عليها كنا كنديو 50 درهم كتقدا لينا دابا ما بقاش كتقدا لينا الوقت صعبت فوق القانون وصلت لحد عندك الدراري تيقول لك ماما عطيني هم اشنو غادي تعطي لهاد الدري مين تجيب لي وانت ما خدامش جلستي في الخدمه عندك ظروف عندك دري مريض في التوحد جلستي من الخدمه يلا مين تجيب لي هاد الشيء مين تجيب لي هاد الامكانيات ديال الماكله حسوا بينا حسوا بالدراويش حسوا بالفقراء حسوا بهاد الناس المناضلين انا راه عيد اسم النوبه ليا هاد الشيء كيألم القلب وهاد الشيء راه حشومه كاع العيب وعار ان الانسان توصل به حتى فين بغا هو ما لاقيش حتى المعيشه وحل فيها واليوم النداء اللي وجهته الجبهه الاجتماعيه المغربيه على المستوى الوطني من اجل جعل اليوم الاحد 6 مارس يوم وطني للاحتجاج على ما تعرفه البلاد من اوضاع مزريه الشعب المغربي لبنات وابناء الشعب المغربي للمواطنين والمواطنات من جراء السياسات اللاشعبيه والسياسات النيوليبراليه المتوحشه اللي كتغني الغني وكتفقر الفقير السياسات اللي من 2012 لدابا زادت ما يزيد على 50% في المحروقات السياسات اللي وصلت المطيشه ل 10 دراهم السياسات اللي ضعفات الاثمان ديال الزيوت السياسات اللي ضعفات وزادت في الاثمان ديال الماء والكهرباء، السياسات اللي اعطات التسريح ديال العديد من العاملات والعمال، السياسات اللي اعطات الغلق ديال اكثر من 100,000 وحده انتاجيه في البلاد في هذا السنه ديال 2021، وجينا اليوم استمرارا للنضال ديال الشعب المغربي، استمرارا للنضال ديال الحركه ديال 20 فبراير، استمرارا للحركات الاحتجاجيه اللي كاينه في المغرب من اجل اسقاط الفساد والاستبداد ومن اجل الحريه والكرامه والعداله الاجتماعيه والمساواه. اليوم كيشهد واحد الخروج ديال 40 مدينه مغربيه في اطار الجبهه الاجتماعيه اي تنظيم يوم وطني للتعبير طبعا على الاحتجاج على هذا الارتفاع الصاروخي للاسعار وعلى هذا المساس بالحريات اللي طبعا كيعصف بجميع الوعود اللي كانت عطاتها الدوله على نفسها بانها طبعا تعوم باصلاح الاوضاع وبمراجعة السياسات ديالها سواء من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة أو من خلال طبعا المشاريع الأخرى اللي سمتها المشروع التنموي وغيرها من المشاريع. إذن هنا زينا باش نصحوا ونقولوا كفى ارفع يديك عن عيش الشعب ارفع يديك عن حريات المواطنين والمواطنات وكنطالبوا من الدولة أنها تعقل حتى لا تعصفها ببلدنا الى متاهه من المتاهات خصوصا مع التطورات اللي كيعرفها العالم واللي الى بغيتي العيش ديال المواطنين والمواطنات ولا صعب جدا مع الارتفاع الصاروخي للاسعار ومع طبعا هذه المعاناه ديال المواطنين والمواطنين والمواطنات مختلف الفئات ديالهم بما فيهم الفئات المتوسطه هي حتى هي بدورها تضرات من هذه الاوضاع ومن هذا الاجهاز على الحريات ببلادنا. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.